السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من السلسله ديال الاسئله. ديجا حطيت لكم هذا ستوري هذا في الانستغرام، قلت لكم عطوني الاسئله ديالكم وانا غادي نجاوب عليهم في اليوتيوب، وخديت الاسئله اللي كيتعاودوا وغادي نجاوب عليهم في هذا الفيديو. واللي عنده شي سؤال يدوز عندي الانستغرام في ستوري، راه ديما كنحط ستوري كنقول لكم حطوا الاسئله ديالكم وغادي تجاوب عليهم هنا في اليوتيوب. قبل ما نبداو صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خليو معكم لايك، كتبوا شي حاجه تدعوا على الاجر. نبداو باول سؤال من عند الاخ المحترم، حكم تربيه الكلاب. نخليك الاخ مع الجواب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخوه الاعزاء الذين يسالون عن تربيه الكلاب في المنزل، لا يجوز يا إخوتي في الله تربية الكلب في المنزل إلا لضرورة، مثلا للحراسة، يعني كأن يكون اللصوص والمجرمون يعني يهجمون على المنازل ويسرقونها، فيربي الإنسان الكلب يعني أمام البيت، يعني يجعل شيء مكان خاص أمام البيت أو في الجردة التي عند البيت ويربيه هناك، ما يدخلوش للدار، لأن دخول الكلاب إلى البيوت تمنع دخول الملائكة وتدخل معها الشياطين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة أو كلب. فإذا ربى الإنسان الكلب من أجل الحراسة، حتى لا يعني من أجل دفع اللصوص وكذا، يربيه قدام الباب ولا في الجردة التي أمام البيت وما يدخلوش للدار. أما إذا كان يربه من أجل الموضة، يعني يتشبه بالأوروبيين وكذا، فهذا كل يوم ينقص من أجره قيراطان من الأجر والثواب، يعني جبلين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم، يعني من الأجر والثواب، يعني كل يوم أيمشي له جبلين من الأجر والحسنات. أمر خطير جدا. ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إلا كلب حرث أو ماشية أو صيد. كيف حرث؟ حرث يعني يحرس له، يعني يحرس، يعني يحرس له الدار ولا البستان ولا كذا. أو ماشية يعني عنده الكلب يمشي مع الغنم ومع المعيز، أذرعه ويمشي معها الكلب ليحرسها من الذئب. أو صيد يعني عنده كلب أي اصطاد به، أيمشي الجبال ولا السهول يصطاد الطيور ويصطاد هكذا، ومعه كلب معلم يعني ليصطاد له، هذا يجوز. أما أن يكسب الإنسان الكلب في الدار غاموضة ويسميه مثل الأوروبيين، وفيما مشى يمشي معاه، مشى المقهى يعبيه معاه، مشى في الطريق يعبيه معاه، جلس في الدار يجلسه معاه على السرير كذا، هذا إنسان آثم، وكل يوم ينقص من أجره قيراطان من الأجر، يعني جبلين من الحسنات. فالأمر خطير جدا يا إخوتي في الله، انتبهوا، الأحاديث موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم. إذن يجوز الإنسان أن يقتني الكلب، للإنسان أن يقتني الكلب لثلاث ضرورة، إما للصيد، وإما لحراسة الماشية من الذئب، وإما لحراسة المنزل أو البستان إذا كان اللصوص تهجم عليه. فأما غير ذلك فالإنسان يأثم بذلك إذا كسب الكلب في البيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندوزو للسؤال الثاني، بالنسبة للدراري اللي كيلبسوا السنسلة، واش حرام ولا حلال؟ اسمع الأخ الجواب. أما الجواب عن سؤال الأخ المحترم حفظه الله الذي يسأل عن حكم لبس السلسلة في العنق، هذا يا أخي لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. فالسلسلة والحلقة والدمليج هذا من خصوصية النساء والفتيات، فلا يجوز للرجل والشاب أن يتشبه بالنساء ويلبس السلسلة في عنقه ولا الحلقة في ودنه ولا الدمليج في يده. أما الخاتم فيجوز، خاتم وما يكونش من الذهب، لأن الذهب حرام على الرجال، الذهب جائز للنساء حرام على الرجال، يعني يلبس خاتم من الفضة ولا من معادن أخرى، لكن الذهب لا. أما السلسلة في العنق فلا تجوز للرجال ولا للشباب، سواء من الذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن،
السلسلة في العنق للشباب والرجال لا تجوز، وإنما هي من خصوصيات الفتيات والنساء، لهذا الحديث النبوي الشريف الذي يقول لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، وفي الحديث الآخر لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فلا يعرض الإنسان نفسه لغضب الله ولعنته، فالإنسان لا يستطيع أن يتحمل عذاب الله يا إخوتي في الله. فالرجل رجل والمرأة مرأة، الرجل له خصوصيات في لباسه والمرأة لها خصوصيات في لباسها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسؤال الثالث من عند الأخت المحترمة، حكم يعني المرأة اللي كتمنع الدورة الشهرية في رمضان زعما باش تصوموا كاملو. أخا اسمع الأخت الجواب. الأخت في الله التي تسأل تقول يعني هل يجوز لها أن تمنع يعني الدورة الشهرية يعني الحائض عنها في رمضان لكي تستطيع أن تصوم رمضان وتقومه؟ أقول لهذه الأخت في الله، لو منعت الحائض عنك ببعض الموانع بالحبوب أو شيء ولم ينزل فصومك صحيح وصلاتك صحيحة، ولكن هذا مضر عليك في المستقبل يعني طبيا، فهذه الدم الحائض الذي ينزل من كل فتاة وامرأة في كل شهر هذا لحكمة ربانية، فلو بقي في جسد المرأة هذا يضرها، فالله جعل له وقتا محددا في كل شهر يخرج لتنظيف الجسم. لكن لو عملت المرأة مثلا موانع تمنعها من يعني الدورة الشهرية يعني الحيض وطوال رمضان وصامت وقامت صومها صحيح من ناحية الشرعية، صومها صحيح وصلاتها صحيحة، لكن أنصحها لا تفعل ذلك لأنه يعني قد يضرها مستقبلا، ولها الأجر والنية حتى لو جاءها الحيض هي في رمضان وما قدرت تصوم، يعني لأنها معذورة عذرا شرعيا، معذورة عند الله، ولها الأجر بالنية إن شاء الله، لها أجر القيام بالنية، ورمضان تقضيه فيما بعد الأيام اللي جث فيها العادة الشهرية يعني الحيض. على كل حال لو عملت موانع تمنعها من دورة شهرية من الحيض فصومها صحيح في رمضان وقيامها صحيح، لكن أنصحها لا تفعل ذلك لأنه قد يضرها وقد يضر بصحتها مستقبلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودابا ندوزو السؤال الآخر من عند الأخ المحترم، شوقني إلى الجنة. الله اسمع الجواب. أما الجواب عن السؤال الأخ المحترم حفظه الله الذي يقول شوقني إلى الجنة، أولا يا أخي في الله نسأل الله لنا ولكم الجنة والسعادة الأبدية، ألا يكفيك هذا الحديث القدسي الذي يقول الله تعالى فيه أعددت لعبادي الصالحين يعني في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ ما معنى هذا الحديث القدسي الذي يقول الله تعالى فيه أعددت لعبادي الصالحين الذين عملوا الصالحات في الدنيا وآمنوا بالله وأخلصوا في العمل؟ الله تعالى يبشرهم ويقول أعددت لعبادي الصالحين يعني في الجنة ما لا عين رأت، يعني سترى في الجنة النعيم الذي لم يخطر على بالك ولم تراه عينك في الدنيا، مهما رأيت في الدنيا من النعيم والسعادة والمناظر الجميلة والطبيعة الخلابة وكذا وكذا، الله أعد لك في الجنة شيء لا يخطر على بالك، يعني نعيم لا يستطيع العقل البشري أن يتخيله الآن في الدنيا، زائد هذا النعيم خالد مخلدا، يعني لا تموت في الجنة ولا تشيب ولا شيء، تبقى شابا حتى لو مت في الدنيا وأنت عجوز كبير في السن، الله يرجعك شاب في الجنة أبناء سن 33 تقريبا، شبابا ونساء وفتيات، يعني اللي مات كبير في السن وكذا أيضا الله سبحانه وتعالى يرجعه شاب، ولا يموت الإنسان في الجنة نهائيا، يعني نعيم وسعادة خالدة
لا نهاية لها. ألا يكفيك أنك ترى الله في الجنة الذي طالما عبدته في الدنيا وسجدت وركعت له في الصلاة وصمت له وأخلصت له تراه في الجنة، وعندما ترى الله في الجنة تنسى نعيم الجنة وما فيها للذة الرؤية للنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وبالمقابل أهل النار والعياذ بالله، كل النعيم الذي تلذذوا به في الدنيا وسعيدوا به غمسة واحدة في نار جهنم ينسوا بها كل النعيم الذي رأوه في الدنيا والملذات والشهوات والنشوات. نسأل الله يا إخوتي في الله لنا ولكم الجنة والنجاة من النار. الحديث عن الجنة طويل 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 جدا، وعن نعيمها وما أعده الله لأهله وأوليائه فيها، ولكن هذا باختصار فقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاد الشيء اللي كان في هاد الفيديو. الا كان عندكم شي سؤال راه غندير ستوري في الانستغرام عاوتاني، غتحطوا الاسئله ديالكم وغادي نجاوب عليهم هنا في اليوتيوب. هاد الشيء اللي كان، تلالي فروسكم تال الفيديو الجاي. تشالله.